ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ለአባይ ለግድባችን በምናደርጎ ትግል አብራችሁን ያቆማችሁ በሙሉ ከልቤ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ለአባይ ለግድባችን ሁላችንም በአንድነት ቆመን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለንስራ ይገባል። ሁላችሁም ባለችሁበት አገር ሰላም ሆኖ አገራችንም ሰላም አላህ ስብሓነ ወተዓላ አርገልን። አሚን ያ ረብ አለሚን። آمين. تحية عليك يا أخوي غالي، تحية عليك، الله يحفظك يا أخوي، ربنا يخليك. عبر أخونا محمد بن الروسي، أنت زول راجل، أنت زول طيب، علي شوفي تحبك، الناس بيحترموك، والله عندك أنت في العين اثنين في شوفي. أنت أخونا قالي والله. الله يحفظكم جميعا، وهذه إيه في رأسك يا أخوي. أحرجتوني بكرمكم وحسن أخلاقكم وخصالكم، الله يعطيكم العافية، والله يجعلني خير مما تظنون، وهذا أقل واجب نحن نقدمه. يمكن ربنا ما أعطانا قوة فوق الكلام ولا اللي نحن نسويه اليوم من توضيح موقف إثيوبيا، لكن نحن نحاول نقوي بعض. أنا في جانب معين ممكن أخدم بلدي، بينما في أبطال واقفين على الحدود يحفظوا تراب الوطن بأمر الله. في ناس أبطال مثلكم جالسين ورا الشاشات بالساعات يتكلموا عن إثيوبيا، لأن إثيوبيا في قلوبهم. قبل كم يوم كنا مع السفيرة، أحد السفراء لدولة أوروبية، فكانت تتكلم تقول لي أنا مستغرب، اللغة عندك فيها مشكلة وأنت في هذا المكان، يعني في، قلت لها والله الإثيوبية تجري في دماءنا يا سعادة السفيرة، قد تكون أفواهنا عربية لكن أمهاتنا آباءنا أجيالنا أرضنا سماءنا إثيوبية، كل ما فينا يتحدث بالإثيوبية. هذا الوطن اللي نفخر به في العالم، مهما شاف البعض انه هذا الوطن نقدر ننتقص منه، نقدر نشغله بالصراعات، نحن نقول لهم لا، الوطن الاثيوبي وطن عظيم ونحن نفخر فيه، ونقدم له ان شاء الله باذن الله كل غالي حتى يزدهر الوطن ان شاء الله والشعب ان شاء الله. وعلى فكره نحن باين عليك السنة اللي يا لو نقراتو بزاوم شتو يا لو انت ناقر كبار نققرنا ولهتوش لو اندموش بتعمد السمين. نحن باين عليك، انا اشوف كل مرة لما انت تتحدث للبلدك زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قال ارضوا الى الحبشة اتلاقوا ملك العادل. الملك العادل ده انا باين عليه النجاشي فوقك، الشغل اللي نجاش اشتغله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الملك العادل، انت اللي باين عليك. ليه؟ لانه لما تتكلم بالعادل، ولا تظلم ده ولا ترفع ده، كلهم زي ما تخلي مع بعض. الله يجعلنا عند حسن ظنكم. ايوه هون سكاون يا لالو وندمجن. الحمد لله رب العالمين. يتم بوتها بالنيت بدماجن أنت قوانقوا تتكلم أمارنيا بلاو سيلوتنا سبحان الله.
ينبرنا ان شاء الله جلال. امارنيا اللي رومو اللي مرايون حاسين ما شاء الله توبي انتنا افان كونكا سدي تمجالا كبديرا افان برجون وانغاري ما شاء الله كان نكون وقبا شاهد الان هم بناء على مصدر كاذب اللي ترجم هذا ايش قال وترجم قال رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بانه سيقوم باذلال تعرف ايش يعني اذلال يعني ذل بالاورومو يقولوا انت بما وارد مالنه بما واردنا بما سالنس اذلال مالنه باذلال اي دوله تهدد الامن القومي الاثيوبي او هذا الامر طبعا هو ما صدر عن الرئيس لكن امر طبيعي لكن هم خلوه جريمه يمكن شفت اكثر من 15 قناه اعلاميه عربيه كانوا يتكلموا عن هذا التصريح بس ويهاجموا اثيوبيا ودا اسرامست شانالوش يا عرب شانالوش ايهنن قال وسدو ايتوبيا لاي لك هاجم مياسنسان مالنو ايتوبيا لاي ተረታችሁ አላ አይደለም አገራችን ላይ ልብ ብላችሁ ማየት የሚችል ሰው ማየት ይችላል በጣም ከባድ ነው ተፈደለ መሐመድ فالان اذا ما في تصدي عندهم جمهور هم ما يتكلموا لحالهم في القنوات في ناس يتابعوهم فياخذوا موقف عن اثيوبيا فين جنود اثيوبيا نحن نبغى ناس في الساحه الله يعطيهم العافية اللي موجودين وقاعدين يدافعوا باللي يقدروا عليه لكن نحن قلت لكم في كل مجال نحتاج إلى أبطال للوطن الوطن أحياناً ناس يكذبوا عليه سياسات ودول وما في أحد يرد عنه بعالم درجة بأغرات اللي سيواشونا أغرات اللي تشقر ميامت النقر بعالم درجة بتللق تشانالوش اللي سيارو يانن ملس ميسات يلم بزو قزي إيالان يلم طبعا من أقبح العبارات اللي يستخدموها بناء على هذا التصريح يعني عبارات سوقية طبعا نحن نترفع عن ذكرها ونحن يعني ما ننزل لهذه المستويات وأنا أنصح أخواني وأخواتي اللي دافعوا عن بلدهم الله يعطيكم العافية الأخلاق الإثيوبية معروفة إن ليان دانداتشو لآغاراتشو ديفين دياراغاتشو ملس لما تساتوت بمولو يالي ملك تعالال آغاراتشون لآغاراتشو آغاراتشون وكلاتشو ديفين لما تارغو بمولو أما استلالفو ملك تعالين يالا لببلاتشو سمو النسو بورد ملكو سيناغارو إنيا اندزام ملس يلبنمنو تفضل نجسد حبنا ودفاعنا عن بلدنا بأخلاقنا قبل كل شيء أنا أحياناً في القنوات العالمية الله لأجل سنهم يعني عمرهم الكبير ألفاظ عادية لأنه تربيتي بكرة يقولوا هذا الإثيوبي مش محترم لا أنا أحافظ على سمعة بلدي وأهلي فنحن في ردودنا ما نبغى نستفز أحد ولا نبغى ندخل معاهم في حوارات عقيمة لكن نحن نبغى نتمسك بدفاعنا عن بلدنا وهذا يكون بحبنا لبعض بتعاوننا ومحاولة الانفتاح على العالم حولنا ما نكون في دائرة مغلقة أحد السياسيين حينما سألوه قالوا له أنت عندك استقرار في بلدك عندك سلام عندك كل شيء ليش تحارب في بلد ثاني بعيد يعني فأجاب إجابة عجيبة قال إذا ما خليت إذا ما لعبت في الملعب حقهم الاستوديو حقهم يعني إذا ما لعبت فيه بيجوا عندي يلعبوا في الملعب حقي رغم أنه هذه السياسة خاطئة تدلل على التدخل في شؤون الآخرين لكن تنبه على نقطة مهمة جدا على نقطة مهمة جدا وهي الوحدة والتعاون العدو ما يجي يفتش بالليزر أو بالكشاف يدور على فلان وعلان
يدور على الأرومي ولا الأمهري ولا التقراوي ولا المسلم ولا الكريستيان ولا لا، ما يدور على هذا، يدور على الإثيوبيين كلهم. هو يشوف إنه هذا الإثيوبي هو العدو اللدود له، هو يشوف عداوته مع إثيوبيا. حتى لو استخدم تفاصيل العرق، تفاصيل الدين اللي يشوف الناس يتفاعلوا بيها في إثيوبيا، لما يشوف هناك يعني فتنة معينة على طول. أنا يعني بعض الدول الآن نحن نقول لهم أنتوا وينكم من 40 سنة؟ تروحوا زي محمد العروسي ترفعوا الأطفال الصغار في الصومال هناك، فينكم أنتوا من 40 سنة؟ أنتوا جالسين تروحوا تدخلوا وتقولوا نحن عشان ندعم. لا، يستغلوا الخلاف بين إثيوبيا وبين هذه الدولة. إحنا لازم نتصدى بكل قوة وعزيمة وتعاون عشان مصالح بلدنا، بغض النظر عن التفاصيل. أنا والله أشوف كل التفاصيل اللي في بلدنا، أكره الظلم، يعني أحب المظلوم وأحب أنصر المظلوم قد ما يقدرني، وأقول يا رب اجعل على يدي قضاء حوائج الناس وحوائجي. هذا يعني عبادة، يعني يعني أشياء أفتخر بها في داخلي من مشاعر. لكن لا يكفي هذا كله، الشعب لازم يكون على وعي كامل. نحن ممكن نختلف مع حكومتنا، مع أحزابنا، مع الشخصيات، لكن في أحد يختلف مع الوطن؟ أنا ما أشوف إنسان عاقل يختلف مع الوطن. أيوة من على عند سو كمان قصدها لا يسمع ما يشلال كان عند نجاروش قال لا يسمع ما يشلال كأجرو قال ما يسمع ما سوال له ويبلون يتأيق. عموما لا، بعض إخواننا الحمد لله يعترفوا بأن المياه تنبع من إثيوبيا، خليناهم يعترفوا بهذا الكلام على الأقل في نقاشاتهم معنا. فكنا نقول لهم طالما أنتوا تقولوا إن والله المياه من حقنا وهي تنبع من إثيوبيا، ليش ما تطالبوا الإخوة اللي عندهم النفط ما شاء الله والغاز في الدول العالمية، في كل الدول العربية، وتقولوا نحن كمان يعني بحكم الجوار لازم تعطونا إيش اسمه يعني من الثروات الطبيعية هذه اللي جاءت من الله. نعم، فنحن نبغى نواجههم بالمنطق، رغم ما يواجهون بي بعضهم بأمور غير منطقية وما تدخل العقل ولا تدخل المنطق ولا يقبلها شرع ولا قانون. نحن اللي نبغى إنه نستفيد من هذه المياه وهذه النعم من الله عز وجل بطريقة تكفي الجميع. يعني كيف إثيوبيا تخزن المياه وتحرم الناس وتخلي هذه المياه اللي أنزلها الله من السماء سبحان الله الرحمة بالعباد، كيف تخليها سلاح عشان تعطش الناس؟ إذا قابلوا بعض الناس اللي عندهم هذه الأهداف، الشعب ما يقبل ولا الحكومة تقبل. كلنا ما نقبل إنه نضر الأخوة في مصر ولا في السودان، صح، لكن نحن نتصدى للي يعادي بلدنا بسبب وبدون سبب. ما في أسباب مقبولة إنك تعادي بلدان بأسرها. الشعب الإثيوبي شعب عظيم، وما نقبل أبداً إنه أحد ينتقص من كرامته أو من سيادته. نحن نتغلب على مشاكلنا هنا، لكن الوطن خط أحمر، الشعب خط أحمر، والله ما نقبل. ونحن يعني نضحي بكل ما يقدرنا الله عليه عشان يزدهر هذا الشعب وتكون بلادنا أقوى وأفضل من كل الدول المتقدمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. شتو أهوني تناقروا النقراتشو تنبت النشوارقة سبحان الله. سلا قراتنا سلا زبو من نقروا والله ينبع مطعل الله سبحانه وتعالى يعطيك العافية. آمين وإياكم. لما كنينت وينم وين النقر لما كان وين يراسة تنبتشا الله سبحانه وتعالى يسطن كسطن تلقو خير كونة وهاونو قل إن السو كنياري مكافلون انتن بدلا تونتتو የራሳችን ብቻ ነው በዚህ ላይ ደሞ አድርገን እናሳለምትን ኮን ከሀገርና
ከወገን በላይ ማንም የሚደራደር የለም። ለዛ አካያ ነው ይህን የሚያደረግ ነው። ስለዚህ በሀገርና በውሃ በህይወቱ የሚደራደር የለም። ይህንን ነው ያላችሁት። ወጣቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ለማንኩና هنا في البلد دي احنا عايشين في مصر سبحان الله اي حد لما تمشي تقدم المستشفى وانت في العالم هيسالك على الميه هتمشي هتقدم الحاجه انت من وين اثيوبيا اثيوبيا ايوه انتوا مسكتوا الميه اخ انت مالكم مع الميه تسيبوا للحاله دي تسيبوا للحاله دي ده بشر زيك وزي حد ثاني زي ما انت هسه حاله بتقول يعني ربنا يعني اكرموا عليهم كم سنين أي حد ما قال لتوبي وما شتمه ولا قال لي فيده عايز يقسم مع أخوانه مش أكتر من هيك صح ولا أنا الغلطان المشكلة أخي الكريم إنه عربي تسويش انقداتك أبلو رد انقداتك أبلو هيكو كان نبني أمر واسيا تفضل لاني تايم أنا بعتذر محمد إنه هذه الأسئلة تطرح على عوام الناس المساكين يعني في بعض أخواننا وأهلنا اللي يتغربوا في الدول الثانية يتقابلوا مع يعني من بعض الجنسيات مع بعض الجنسيات يتقابلوا معهم ويتكلموا أول ما تقول له إثيوبي يقول لك أنتوا عاوزين تقطعوا المية عننا يا ابن الحلال أنا ما عندي الحنفية في البيت ولا الدكتورة بي عنده الحنفية في عرض كيلو هناك عبة الموية احنا ما عندنا هذه الحنفيه اللي نقطع وقت ما نبغى ونفتح لكم المياه وقت ما نبغى هناك خطط استراتيجيه نحن نتعامل بها اصلا الخزان حق سد النهضه غير قابل انه احد يخزن فيه المياه وخلاص يبقيها طيب اذا ابقتها اثيوبيا هذه المياه فين توديها فهم حتى المنطق اللي هم يقابلوا به فضلا من انهم يقابلوا خلفية يعني عن هذا الموقف الحكومي مش كل شخص يعني يمكن يتغرب في الخارج صحيح انه الوعي عند الاثيوبيين كبير جدا لكن مش كل شخص يعرف عن حقائق سد النهضة وحقية اثيوبيا وانها على الحق في هذا الملف مش كل شخص يعرف ونحن دورنا هذا هو ان نعلم الاشخاص نقول لهم نحن اصحاب قضية عادلة لازم نجسد اخلاقنا مبادئنا عدالتنا قيمنا اثيوبيتنا نجسد كل ما هو جميل لاننا نمثل بلدنا الغاليه علينا اثيوبيا بلدنا اللي ما نرضى على سمعته انها تمس من اي مكان عشان كذا يقول الشاعر العربي بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ظنوا علي كرام ما معنى هذا الكلام الله اكبر بلادي وإن جارت علي الجو هو يعني المجاوزة في الظلم مجاوزة الحد في الظلم والاستكبار والعتو بلادي وإن جارت علي يعني وإن ظلمتني بلادي فهي عزيزة عزيزة في نفوسنا وأهلي يعني يقصد هنا شعبي وأهلي وإن ظنوا علي كرامه ظنوا معناها بخلوا البخيل صح حتى مهما بخلوا علي أهلي فهم في نظري وقدام العالم أقول إنهم أكرم الناس صح حتى ببخلهم هذا حتى بالبخل اللي ليش لأنهم صح وهكذا هي إثيوبيا هكذا هي هكذا هو وطننا اللي لازم ندافع عنه بهذا المبدأ بلادي وإن جارت علي عزيزة معنى ذلك نستنتج أيضا إنه مهما زعمنا من مواقف معينة أو من أشخاص معينين ما نزعل من بلدنا نحن نبغى الخير لبلدنا مهما نحن نبغى الخير لبلدنا نبغى بلدنا يسود بالعدالة والتقدم وإنه الضعيف ينصر ويأخذ حقه من الغني ومن المتجبر ومن الظالم صح الله اكبر بلا عداله على الاطلاق الله اكبر وحبل العداله انت كوبليك يا رجاجو لسوم يونا نجر بوشي يا رجاجو يغرمشال اهون ازيغا يسرعو نبر وسط غبيچه
ከሶስት መቶ በላይ ድምጾች ትልልቅ ፎሎ ያላቸው ቢሰጥ ነው ያለው። ስክሪንሻቱን ያሳይሻል። እሱን ተከትሎ የመጡት ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ያዳምጣሉ ያዳምጣሉ። ስክሪንሻት አድርጌያለሁ አሳይሻለሁ። እባካችሁ ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ቤቱን አጋርነታችሁን እስኪ ጊፍተሮች የላችሁ ለሱ ሳይሆን እኛ ያለንን ለሱ ያለንን ውዴታና ፍቅርና ክብርን ነው። መሐመድ አልዓሩሲ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀው። እሚናገራቸው እያንዳንዳቸው ቃላቶች ማንንም ለመበደል እቅድ የለው። ውሃ ሲያዝ አገራችን ላይ እየተራቡ እየተቸገሩ ያሉትን እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች የነሱን ህይወት ለመቀየር ነው። ይሄ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠን ውሃ ነው። እሚናገረው ንግግር ላይ ሰው ላይ እንኳን ሳያሾፍ ነው። እነሱ በሚናገሩት እነሱ የሚሰድቡት ስድብ ወላጁን፣ እናቱን፣ እሱን ማንነቱን እየገባችሁ አረቦቹ የሚናገሩትን ማየት ትችላላችሁ። እኔ በጆሮዬ በየጊዜው ስለምሰማ ነው የምር። እሱ ግን የሚመልስበት ወይ እንኳን እህትራሙ ያለው ለሰው ልጅ ያለው ክብር እንደዛ እየተሰደበ የሚመልስበት ወይ፣ ይሄ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሰጠው ነው። አላህ ይጠብቀው። አሁን እዚህም ጋር የሚናገረው ስለ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ማለት ምን ያህል ክብር እንዳለው እና ኢትዮጵያዊም ሰላም ሊያገኝ እንደሚገባ በአገሩ በሚወጣለት ውሃ ሊቸገር እንደማይገባ በውሃው መጠቀም እንዳለበት ነው እየተናገረ ያለው። እንደው አሁን ለአማርኛ ያዘጋጀሁት አለ ስላለ በአማርኛም ይናገራል በኦሮምኛም ይናገራል። አትሊስት ትንሽ ደመቅ ደመቅ አድርጉት ቤቱን ብቻ ነው የምላችሁ። ያው እሱ እንደዚህ አይነት ቦታ አይገባም። አጋጣሚ የመጣው እሺ፣ ሰላም ልበላችሁ ተቀምጦ እንትን ያለውን አልጀዚራ እና አልአረቢያ ትልቅ ሚዲያዎቹ እየተቀባበሉት የሚያናገሩት ወይም ስለኛ ሀገራችን እዛ ላይ የሚናገሩበት ነው። እያንዳንዱን የእሱን ንግግር ከስር ቁጭ ብለው ለማንም ሰው የተቀመጠው። ስለዚህ በእናታችሁ የመጣሁት አለ እኮ ሲገባ ምን አለ፣ የመጣሁት ከኔ ጎና አብራችሁ ቆማችሁ ለአባይ ቆማችሁ እየሰራችሁ ላላችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሁላችሁንም ለማመስገን ነው። ያዘጋጀሁትን በአማርኛ ንግግር አለኝ ይሄንንም ለማቅረብ ነው ብሏል። እነሱ ከስር ቁጭ ብለው እሱ የሚናገረውን እንትን ይላሉ፣ ሪከርድ እንደሚያደርጉ እወቁ። እኔና እናንተ ደግሞ እንደ አገራችን እንደ ባህላችን ወንድማችንን ከጎኑ እንደሆንን ሁላችንም በምንችለው በአማርኛም በእንግሊዘኛም ጻፉ ከስር፣ ችግር የለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀው። ከምንም በላይ በምትችሉት ነገር ከጎናችን ሆኑ፣ እሺ። እንዳይጥለን ደግሞ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። እሱ ጊፍተሩ አስራ አንድ ሚሊዮን ተከታይ ነው ያለው። ካይሮ ሲቲ ይላል እዚህ ስር ነው ያለው። 11 ሚሊዮን ተከታይ ስክሪን ሻት አድርጌዋለሁ፣ እያንዳንዱ አውጣልሻለሁ። ልብ በይ እንዳለ እዚህ ስር ነው ያሉት ማለት ነው። ይኸው ይሄ ማለት ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል ማለት ነው። መፍጠር ብቻ ሳይሆን ትልቅ ይሄ ልጅ ማለት አባይ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ከነሱ ተናቆ ስራ የሚሰሩና አንድ ወንድማችን በጣም አበረታቱ። ቶሎ አድርጉት፣ ሁላችሁም አድርጉት። የአንተን ተደጋሚ ነው እንትምለው ይሄ ሰው ከ1 ሚሊዮን ከ2 ሚሊዮን በላይ ተከታይ መኖር አለበት ኢትዮጵያ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ኢንሻአላ